creation myth in ancient Egypt. يعني ايه creation myth يا شباب؟ نظريات الخلق، نظريات الخلق. يعني بمعنى اخر ان المصري القديم كان مؤمن ان الكون ده اتخلق من خلال يعني آلهة معينة، واختلفت هذه الآلهة سواء في عددها، سواء في وظيفتها، سواء في شكلها، من مكان لمكان، لأن كان في بعض الآلهة لها شعبية في أماكن معينة، وبالتالي كهنت هذه الآلهة نصبوا الإله بتاعهم الرئيسي كخالق للكون، وبدأت النظرية يعني تبنى من خلال كهنة إله معين إن هذا الإله هو خالق الكون، وبدأوا يعملوا كده نظرية إن الإله دوت ظهر على كذا، وظهر على محيط التل الأزلي، ومش عارفة بعد كده تزوج مش عارفة من مين، وأنجب آلهة إيزيس وأوزوريس وحورس ونفتيس ومش عارفة إيه، أو إله تاني زي مثلا بتاح. لا، إله بتاح دوت كان شخص مفكر أكتر، أو كان إله مفكر أكتر، فهو خلق الكون من خلال فكرة ظهرت ونطق بيها من خلال تعاويذ بقى معينة وهايمز معينة كرست لهذا الإله، وهكذا. فبمعنى آخر إن الكرييشن ميث انبثقت أو ظهرت من خلال الكهنة، هي في الآخر هي لعبة كهنة، وكل واحد فيهم كان بيحاول يقنع الشعب إن الإله بتاعه هو الإله الإيه؟ الخالق للكون. طيب، معظم القواسم المشتركة، يعني كان في فكر كده عند المصري القديم ان الكون اتخلق من خلال مياه ازليه، يعني ان بدايه الخليقه كان مياه ازليه، ودوت نتيجه ارتباط المصري القديم الشديد بنهر النيل، وكان يعتبر بالنسبه شريان الحياه، فبالتالي هو يعني تخيل ان الكون بدا من المياه الازليه، والمياه الازليه دي اللي دايما بنقول عليها البرايمتيف ووتر او البرايموديال ووتر، هي أساس كل أنواع المياه الدنيوية بالنسبة له، يعني هي أساس نهر النيل، وهي أساس البحار والبحيرات والأمطار وهكذا. ومن هذه المياه الأزلية ظهر التل الأزلي البرايموديال هيل أو البرايميتيف هيل. خلاص، ده بقى إيه البرايميتيف هيل ده أو التل دوت؟ هو بداية ظهور الآلهة اللي بدأوا يخلقوا الكون. لغايه كده مفهوم يا سنه تانية؟ اذا المصري القديم كان عنده فكره، الفكره بتتركز في ايه؟ ان الكون اتخلق عن طريق المياه الازليه البرايموديال ووتر. البرايموديال ووتر دي ظهر من خلالها التل الازلي، خلاص، البرايموديال هيل اور ذا برايميتيف هيل، ماشي، ومن خلالها ظهر الالهه الكرييترز، ذا كرييتور جادز appeared. So talking about the creation myth in ancient Egypt, we should mention that every part of Egypt, or we have different creation myths that were created, invented. يعني إيه invented؟ يعني إيه invented؟ أنشأ اخترع، بالضبط كده، تم اختراعها. It was invented by the priests of this deity. By the priests of this deity. لو معاكوا ورقة وقلم هنفرق ما بين ايه؟ لما اقول لك God يعني اله ميل، لما اقول لك goddess يعني الهة في ميل، خلاص، الهة هتحور goddess، Isis goddess، Osiris god، بتاح god، ماشي يا شباب. deity معناها المعبود، it could be a male or a female، ماشي. طيب، في حاجة تانية اسمها divinity. divinity يعني الشخص المؤله، أو divinity ده could be god, goddess or deified characters. يعني ايه deified characters؟ يعني اشخاص ألهت. خلاص، هل عندنا في مصر اشخاص ألهت يا سنة تانية؟ انتوا خدتوا complex of Zoser؟ اه يا دكتور، ومين اللي بنى زوسر؟ مين اللي بنى الكومبلكس بتاعت زوسر؟ محطم إم حاطب، إم حاطب، yes، the physician and the high priest and the architect during that time he was deified. يعني إيه deified؟ تم تأليهه بعد كده in the Ptolemaic and Roman times. تعرفوا المعلومة دي؟ ولا أول مرة؟
لا يا دكتور، خدناها اللي هم كانوا بيقارنوه بإله يوناني باين ايوه، تقريبا. اللي هو اسمه ايه بقى؟ اسكليبيوس. بيبس لغة لا تب. ايوه اسكليبيوس، اله الطب. تمام مظبوط. يا سنه تانية، في امل فيكم يا سنه تانية ان شاء الله باذن الله. طيب، يبقى هنفرق. we should make a difference between god. the god is the male god. the goddess she is the female character. okay. the deity he could be a goddess, he could be a god or a goddess. ممكن اله او الهه. what is the divinity? divinity includes god, goddess and also the deified characters, human characters which were deified later, like Imhotep, the architect of the complex of Zoser. Returning back to the creation myth in ancient Egypt, we should mention that the ancient Egyptian believed that the universe, يعني universe يعني الكون, the universe began by the primordial hill, primordial water. Primordial water, المياه الأزلية. Okay, and the primordial water was called in the ancient Egyptian language Ninu. اسمها ايه يا سنة تانية؟ نينو. خلاص، دايما اللي هو نون. اوكي خلاص. and from the primordial water it was the source. يعني ايه the source؟ يعني it was المصدر. it was the source of every types of waters the ancient Egyptian found, including ايه بقى؟ including the Nile River, the Mediterranean Sea, the Red Sea, the rivers, the lakes, the swamps اللي هي المستنقعات. It was the source of all types of water in the Egyptian nature. From the primordial water, the primordial hill, the primordial hill appeared, اللي هو التل الأزلي, on which the creator gods began to create the world. وعلى هذا التل الأزلي بدأ إيه الآلهة يخلقوا إيه الكون. لغاية كده مفهوم؟ أيوة دكتور. أوكي تمام يا دكتور. زي ما قلنا هنا الـ ancient Egyptians believed that the creator god emerged from the primordial waters or the primordial waters. he produced in later faiths the deities. خلاص الديتيز اللي هي الآلهة اللي بدأت إيه, from which the human kind was created. the different deity, the different creator deities هم اللي خلقوا إيه البشرية من وجهة نظر المصري القديم. the world began as a great bubble surrounded from all sides by a dark endless water called Ninu. دايما كانوا بيوصفوا البرايموديال ووتر إن هي dark and endless. خلاص ان هي كانت يعني مظلمه جدا وليس لها اي نهايه. ده احد يعني بدايات ظهور الاله نينو. خلاص المحيط الازلي, التل المياه الازليه, وتم اعطائه زوجه هي counterpart بتاعته ناونت. خلاص هو in the form of a frog headed man and she is in the form of a snake headed goddess. تمام. طيب دايما بقول للشباب اللي بيدرسوا ديانة ان مفتاح معرفة معظم الآلهة المصرية من خلال اسمها. دايما يقولوا لي ايه ليه يا دكتورة بتكتبي اسم الاله جنبه بالهيروغليفي؟ لان هو مهم ان انت تعرفه بالهيروغليفي, لان هو اسمه لو انت فاهمه هيفهمك هو من الاخر الاله دوت كانت وظيفته ايه. فهمني؟ يعني معظم الآلهة المصرية اسمها بيعبر عن وظيفتها. فعلشان كده هتلاقوا إن شاء الله بعد كده في الماتيريال اللي هينزل لكم دايما بحب أقول لك إيه هو الإله ده, هو اسمه إيه, والإله ده معناه إيه. أنت لو عرفت معناه وتفهمها كده هتفهم الفانكشن بتاعت الإله دوت عبارة عن إيه. خلاص. زي ما قلنا each creation myth in ancient Egypt assumed that the temple of their local gods, assumed يعني ادعوا, خلاص proclaimed معناها برضو ادعوا, that the temple of their local gods ان المعبد بتاع اله الاله المحلي بتاعهم he was the main creator god and he is the one who created from the primordial waters and appeared on the primordial hill. كل واحد فيهم قال لك لا ده الاله بتاعي هو اللي ايه اللي خلق الكون. طيب هنيجي عند أول نظرية
ومن نظريات خلق المصري القديم، وتعتبر من أقدم النظريات، هي ظهرت في بدايات نصوص الأهرام. فإذا معنى كده إن إحنا بنتكلم على حاجة عتيقة جدا، أوكي، اللي هي the need of Heliopolis. هو يعني إيه a need؟ واحنا خدناها بالفرنش دكتور، هو كان معناها تسوع، يعني اتسع ايوه إليه. بالظبط كده. معلش اللي بتتكلم اسمها ايه؟ انا مش قدامي الاسامي. ميرنا أرمين. ميرنا، برافو يا ميرنا. طيب ذا انيد، ذا انيد إذا جريك وورد، هي اساسا انيد كلمه يوناني، اصلها يوناني او لاتن، بعد كده بقت لاتن معناها التسوع. هي معناها مجموعه من 9 آلهة، هي عباره عن مجموعه من 9 خلاص آلهة، واعتقد المصري القديم ان هم خلقوا الكون. طب يعني ايه تسوع في اللغه المصريه القديمه؟ التسوع في اللغه المصريه القديمه اسمه باسجيت. خلاص، لما يقول لك باسجيت ان اوينو، يعني تسوع هيليوبوليس. ماشي يا شباب، يبقى what is the definition of the Aeneid؟ لما اقول لك what is the Aeneid، an Aeneid is a group of 9 deities. A group of 9 deities who were responsible or they were different or similar from each other. لان احنا عندنا مجموعات 9 من الالهه كتير ظهرت في الديانه، احنا بس بمجرد بناخد اشهرهم اللي مركزين عليه حاليا، اللي هو تسوع هليوبلس. They represented certain natural powers خلاص of the Egyptian universe. هم بيمثلوا قوة الطبيعه الاساسيه من وجهه نظر المصري القديم. خلاص، and the passage was the main word referring to the group of 9 deities in the ancient Egyptian language. زي ما اتفقنا، the noon waters is the primordial water and from it the, appear the primordial hill. خلاص، and after that Amun or sometimes Itim، يعني Atum، يعني في بعض النصوص قال لك Amun وفي بعض النصوص قال لك Atum. خلاص، he appeared as a creator god from this a primordial hill. لغايه كده تمام. طيب امون حصل ايه بقى؟ خلق 2 اله والهه. مين هما؟ شو، god شو، he represents the power of air. ماشي، تفنوت، she represents the power of moisture اللي هي الرطوبه. ماشي، طيب شو and تفنوت خلاص united together they married خلاص and they gave birth to مين بقى؟ جاب and نوت. جاب he is the god of earth، هو كان إله الأرض. تمام، لأن جاب معناها أرض. and نوت she is the goddess of sky، the main goddess of sky. عندنا آلهات كتير، عادة السماء كانت دايما بتمثل في شكل إلهة. تمام، ولكن أشهر آلهات السماء في مصر القديمة وأهمهم هي الإلهة نوت. تمام، جاب earth and نوت the sky married and they gave birth to مين بقى؟ أوزايرس، آيزس، ست and نفتيس. أوزايرس، آيزس، ست and نفتيس. تاني نقولهم تاني. So from the primordial water اللي هي نينو appeared the primordial hill and from this hill Atum appeared. Atum was the main creator god. He was a very old man, alas, and from him he appeared Shu, the god of air and moisture, and he carries always the sky. هو اللي ماسك دايما، بيتصور شو ان هو رافع السماء بايده، السماء اللي هي بنته، ودايما جاب اللي هو ابنه ممدد على الارض. هو المصري كان بيصور شكل الطبيعه زي ما هو شايفها من خلال الالهه بتوعه. تمام، تفنوت she is the female goddess and she is the supplement of شو، مكمله لشو. she was the goddess of moisture. شو and تفنوت joined together and they married and gave birth to مين بقى؟ جاب god of earth and نوت goddess of sky. they married again and they gave birth to 4 main deities. الآلهة الرئيسية في مصر أوزايرس، آيزس، ست and نفتيس. أوزايرس، آيزس، ست and نفتيس. أوزايرس and آيزس they married. طبعا أشهر ثالوث عندنا في مصر اللي هو إيزيس وأوزوريس وحورس، أهو شايفينهم.
دايما يقول لك هورس is the god on earth and Osiris is the king on earth، هو الممثل الملك على الأرض. طب بعد ما الملك يموت يصبح مين؟ يصبح أوزايرس. ماشي شباب؟ طيب تعالوا نعدهم كده مع بعض. أدي واحد هورس، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. هو مش بيحسب أتوم، خلاص هو بيحسب من أول شو. شو تف نوت اتنين، جاب أند نوت كمان اتنين يبقوا أربعة، أوزايرس أيز السات أند نفتيس كمان أربعة يبقوا تمانية، وفي النهاية هورس يبقوا تسعة. These are the passages in Ewenu. هو ده تسوع هليوبوليس. لغاية كده مفهوم؟ أيوة دكتور. ماشي. تمام. هناخد واحد واحد فيهم كده. أوكي. شو الإله؟ شو الحقيقة هو إله، ثواني بس عشان إيه المكالمات الكتير نقفل بس. الإله شو هو الإله اللي يمثل الهوى وبيمثل مختلف الظواهر المرتبطة بقى بالهوى والكلام دوت كله. ثانية واحدة شباب خليكم معايا. شو زي ما قلنا he was the god of air and moisture. He was usually depicted in the form of an aged or middle aged man holding the royal insignia اللي هي الواس and عنخ. And he is what of his main insignia the hieroglyphic sign indicating his name. الريشة اللي فوق راسه ديت اسمها شو، دي غير ريشة معت، ريشة شو ديت خلاص بتعبر عن اسمه. شو معناها هوا خلاص. And it was thought that Atum created Shu from his sneeze، يعني من العطسة بتاعته. معلش احنا بنتكلم بقى في ديانة ووثنيات يعني. ف it was thought that Atum created Shu through his sneeze. Is it ان هو يعني ايه عطس فراح ايه شو جه. تمام. Shu the air he married Tefnut the moisture زي ما قلنا. And he was usually depicted ادي شو اهو raising his daughter اللي هي نوت representing the sky. ده احد الاشكال الايكونوغرافي اللي هتلاقيها كتير. تمام. And this is جب the earth. شايفين السيمبوليزم هو عاملها ازاي؟ على اساس ان الهوا هو اللي موجود ما بين السماء والارض، فبالتالي شو كان بيبقى واقف raising the body of his daughter اللي هي نوت. And beneath his legs we can find a gap. And this iconography is one of the most ancient iconographies and most traditional scenes related to the creation myths of or the Aeneid of Heliopolis. ادي برضو منظر تاني، انا بحاول اجيب لكم اربط لكم الموضوع شويه بالحاجات اللي ليك انت كمرشد. This is one of the masterpieces, a headrest of the collection of توت عنخ امون. انا مش عارفه انتوا درستوه ولا لا. ده مسند راس للاله اسمه ايه تاني للاله للملك توت عنخ امون خلاص. وبيظهر هنا شو انت فنوت in the form of two lions، ودي برضو احد الاشكال اللي ظهرت بيه اللي ظهر بيها الايه الاله شو. لغايه كده مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ ايوه تمام. يا سنه تانيه. تمام يا دكتور. تفنوت she is the counterpart or the goddess accompanying Shu. تفنوت it was thought that Atum created her through his spit. عارفين يعني ايه spit؟ يعني يبصق خلاص. And this spit was called in the ancient Egyptian language تف.
شوفوا هي متوارثة على فكرة، يعني هي أساسا لغة مصرية تف، خلاص it's the spit of atom خلاص، and therefore she was called tef nut meaning the moisture. She was depicted in the form of a lion headed goddess of a lion headed goddess. Sometimes over her head we can find the cobra over her her head. يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا مين؟ خدنا شو. He was depicted. How was she depicted يا سنة تانية؟ In the form of if. In the form of a. If. In the form of a man. And over his head we can find the sign of his name which is Shu. And it he was created through the sneeze of God Atum. Okay, he was depicted through or created through the sneeze of God Atum, which is Ishish. And finally, Tefnut, she was depicted in the form of a lion-headed goddess. Okay, and she was created through the spit of God Amun, Tef. Geb, الإله Geb هو إله الأرض. Okay. وزي ما قلنا he was sometimes depicted lying on the ground representing that he is the god of the a of the earth. This is one of the bracelets of يعني made of gold and it's inlaid with lapis lazuli شايفينه اللي هو اللازورد. And this is also one of the collection, one of the marvelous pieces of the treasures of Tutankhamun. دي برضو كانت أحد القطع الثمينة جدا الخاصة بالإله توتانخامون. تمام؟ هنا آدي جاب أهو ظاهر خلاص. And he is represented here in the form of a man wearing the white the red crown of Lower Egypt. شايفينه يا شباب؟ يا سنة تانية ما تناموش مني بس. شايفين الراجل ده؟ أيوة يا دكتور. أيوة يا دكتور. و the other one is also Geb represented wearing the red crown of Upper Egypt. يبقى هل معنى كده إن الإله جيب اتمثل هنا مرتين؟ آه اتمثل مرتين. One, he is represented in the form of a man wearing the red crown of Lower Egypt. What is the name of the red crown of Lower Egypt? هو اسم التاج الأحمر إيه؟ دشرت. دشرت. خلاص؟ طب واسم التاج الأبيض بتاع الراجل التاني إيه؟ حجت. حجت. طيب أنا عرفته منين؟ هو أنا عرفت منين إن ده جب؟ آدي الاسم بتاع جب أهو. وادي الناحية التانية. طيب هو ليه ظهر في شكل اتنين جنب بعض؟ تمام؟ ظهر في هذا الشكل علشان يمثل مصر العليا والوسطى او يعني two parts of a of the land. يبقى احنا خدنا شو؟ تفنوت جاب وبعد كده هندخل على نوت. طيب مين هي الإلهة نوت؟ زي ما قلنا هي أشهر إلهات السماء في مصر القديمة. صورت بأشكال كتير جدا من ضمنها يعني السماء دايما نتيجة ارتباط المصري القديم بالبيئة اللي احنا قلنا عليها، فهو كان مرتبط جدا لقى تشابه ما بين شكل السماء وشكل جلد البقرة نتيجة ان هي بيبقى فيها كده أشكال يعني بيبقى في لونين مع بعض، فقال لك ان دي شكل السماء بالكلاودز بالسحاب بتاعها. فدايما في كده مصطلح يقول لك عليه شكل البقرة السماوية ذا سيليستيال كاو خلاص. فمن احد الرموز المقدسة للإله نوت هو البقرة، دي رقم واحد. رقم اتنين ان الإله نوت كانت بتظهر في شكل إلهة مجنحة. عندنا كذا إلهة ظهرت في شكل إله مجنح خلاص، والشكل المجنح دوت كان مرتبط بكذا حاجة اهمهم الكونسبت اوف بروتكشن، ان انا بحمي الملك بحمي المتوفى بقى يعني ليها رمزية كده للحماية. بالإضافة إن الآلهة اللي ظهرت في شكل مجنح إلى حد كبير بتبقى مرتبطة بنهر النيل زي في حالة الإله إيزيس.
يعني إله لا إيزيس في بعض الأحيان ظهرت وهي بشكل مجنح، في بعض الأحيان كانت بتحاوط على إيزيس أوزايرس اللي هو الكوفن بتاعه أو التابوت بتاعه بجناحيها هي والإله نفتيس كشكل من أشكال الحماية. وفي نص تاني بيقول إن الإلهة إيزيس بتضرب بجناحيها الرب فالرياح تظهر، يعني الرياح تثار، وبالتالي منسوب أو فيضان النيل يبدأ يعني يزيد نتيجة ارتباط الإله إيزيس كأحد آلهات ماشي، بس المرتبطة ماشي بالنهر والفيضان في مصر. عودة مرة أخرى للإله نوت، زي ما قلنا إن الإله نوت في بعض الأحيان صورت في شكل البقرة السماوية، وفي أحيان أخرى صورت في شكل السيدة وهي بتضرب بجناحيها. تمام، زي ما انتوا واخدين بالكم كده ساعات اقول لكم ايه، ان الالهه المجنحه يعني في الهه مجنحه ممكن تبقى نوت، ممكن تبقى ايزيس، ممكن تبقى وهكذا. ايه الفيصل؟ انا كمرشد هعرف منين؟ انا كمرشد هعرف افرق ما بينهم منين؟ يعني نصيحه دايما اياك تفرق بالشكل، لان كتير جدا من الالهه وهنشوف بعد كده متشابهه الشكل. حاول بقدر الامكان تحفظ اشكال الالهه باللغه المصريه القديمه، ده هيفيدك كتير جدا بعد كده في شغلك. يعني انا عرفت منين ان هي نوت؟ ادي شكل نوت اهي، ادي اسم نوت. ماشي يا شباب، يبقى goddess نوت خلاص. She is the goddess, the main goddess of sky in ancient Egypt. She was sometimes represented in the form of a cow with the stars dotted around her body. يعني ايه dotted؟ يعني متنقطة او ايه محطوط عليها الستارز. And she was also sometimes represented in the form of a woman with winged woman and a sign of protection. For example, this is one of the pictorials or bracelets of the treasures of Tutankhamun, and it's representing here goddess Nut in the form of a woman spreading her wings. خلاص. It was usually thought that Nut, she was described that her tears where the rain and her laugh is the thunder. يعني هي كانت بتوصف ان هي إلهة السماء وما فيها من ظواهر كونية او يعني جوية، عشان كده اقول لك ان دموعها هي الايه الامطار، وان ضحكتها هي الايه الرعد. ظهرت الإلهة نوت دايما بتزخرف التوابيت من جوه، خلاص أغلف التوابيت من جوه اللي هو التابوت اللي بيتحط فيه المتوفى، ودايما بتظهر وهي عاملة ايديها كده رفعاهم لفوق. وفي بعض الأحيان الأخرى كان يعني في كتير من الأحيان كانت دايما جسمها بيلون باللون الأزرق، واللون الأزرق وتلاقي فيه كده ايه أشكال لجولدن ستارز النجوم. دوت يعني شكل الإله نوت، بس بيرجع للعصر البطلمي، ده كوفن اوف سوتر، وبيرجع للسكند سنتري بي سي خلاص. وده غطى التابوت من جوه، ده شكل يعني ايه مستحدث شويه للإلهة نوت. تمام، ادي اهيت الإلهة نوت وهي stretching her legs and stretching her hands. She was sometimes depicted or usually depicted with her body colored in blue and dotted with golden stars. This shape was found in the internal lids, in the internal part of the lids of the coffins, and also in the ceiling of the Egyptian temple. هو ايه المعبد اللي فيه دايما، او temple and tombs على فكره، يعني احنا دايما بنلاقي برضو شكل الاله نوت او النجوم ديت في بعض الاحيان في بعض المقابر، وبرضو بتظهر في بعض اسقف المعابد. حد كده شاف مره او سمع انه معبد فيه شكل الاله نوت؟ هي تانية تندرة أنه معبد فيه شكل الإله نوت في على السقف. دندرة عامة هو معبد دندرة خلاص محافظة إنا، ومعبد دندرة بيرجع للعصر اليوناني الروماني، ويعتبر من أجمل المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. هو بيظهر الإلهة نوت وهي سيدة برضو stretching her legs and hands and her body is blue and dotted with stars. يبقى أنا كده خدت شو،
تفنوت جاب and نوت. جاب and نوت join together and we have Osiris, Isis, Set and Nephthys. الحقيقة أنا يعني إيه مش هنتكلم قوي على أوزيرس وأيزيس لأن هو هيفرض ليهم كلام كتير جدا في جزئية بتاعة الميث بتاعتهم خلاص، وعايزاكم المرة الجاية تقروا شوية في الأسطورة بتاعة إيزيس وأوزيرس وأيزيس. المرة الجاية يا شباب نقرأ في أسطورة إيزيس وأوزوريس ماشي، علشان يعني إيه نشغل دماغنا كده شوية. وعندنا بعد كده سات أند إيه أند نفتيس. آدي الإله ست خلاص، الإله ست الحقيقة دايما كان بيمثل إيه ستيفن روستي كده في الديانة، اللي هو دايما الشخص الشرير الإله الشرير هو بيمثل كل قوى الشر. طب هو ليه المصري القديم عبد الإله يمثل شر؟ إيه لازمته يعني؟ هقول لك حاجة، هو المصري عبد ليه عبد آلهة؟ ليه عبد القوى الطبيعة؟ هو دايما بيعبد القوى الطبيعة الخيرة بصورة آلهة خيرة جلبا للمنفعة، وبيعبد آلهة شريرة درءا لضررها. يعني هو خايف من المرض، خايف من الضلمة، خايف من السحرة، خايف من لدغة العقرب، خايف من لدغة من عضة التعبان. الكلام ده كله تبع ست خلاص. فلازم يا إما the ancient Egyptian was worshipping their deities either for gaining good powers خلاص from the good deities or avoiding the evil powers of the evil deities. God Set or Sutekh in the ancient Egyptian language, he is the god of all evil powers. الحقيقة هو ما سابش حاجة، هو إله القوى الشريرة كلها. He is the god of the darkness. إله الظلام، God of the deserts, God of the diseases, God of the epidemics. عارفين يعني إيه epidemics؟ epidemics يعني اللي هي الأوبئة. لما يبقى في وباء في مصر يقول لك إن ست يعني إيه غضبان يعني إيه بينشر الوباء في مصر. And the red color was the main sacred color of this god. He was usually depicted in the form of a fabulous beast, خلاص، or a man with the head of a fabulous beast. الحقيقة إحنا ناس كتير جدا اتكلمت، أثريين اتكلموا على جزئية الحيوان الخرافي ده. ناس قالت لك إن هو شكل حمار وحشي، وفي ناس قالت شكل ثعلب وشكل مختلف من الكلاب. بس يعني معظم الآراء اتجهت إن هو ممكن يكون حاجة كده زي السلعوة أكتر، ويعني الامتداد الأذنين دوت يعني امتداد برضو الشكل الفم بيدل ان هم اكتر عاملينه بشكل حيوان تخيلي اكتر. يعني هو ما كانش ايه موجود قوي في ايه في البيئة المصرية. فبرضو الحيوان المقدس بتاعه او الشكل المقدس الحيواني بتاعه كان حاجة زي دي. عارفين الشكل ده ايه؟ ده التعبان، تعبان الابوفيس بيسمى باللغة المصرية القديمة عبب خلاص. And عبب was usually combating, struggling with the sun god Ra. دايما كان في كده صراع يومي ما بينه وما بين إله الشمس الخير الإله رع. تمام، لغاية كده مفهوم يا سنة تانية؟ انتوا نمتوا؟ لو انتوا نمتوا يعني ايه نخلي المحاضرات بعد كده مسجلة. لا لا كده حلو. يا سنة تانية مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. بعد ست ظهر الإله نفتيس، والإلهة نفتيس اسمها في اللغة المصرية القديمة إيه؟ اسمها في اللغة المصرية القديمة نبت حوت، the mistress of the house خلاص، or mistress of the temple. إلهة عارفين سيدة القصر، هي سيدة القصر، سيدة المعبد. ودايما يقال إن حوت دوت referring to the to the temple of Horus. وبعد كده نفتيس هو الاسم اليوناني بتاعها. طيب فين هنا إيزيس وإيه هنا؟ دي طبعا بيكتوريال كده يعني it was worn one also of the treasures of Tutankhamun.
Here we can find two winged deities. شايفين الشكل ده؟ Isis اهي ونفتيس اختها اهي. They are spreading their wings and they are protecting the jet pillar of a of Osiris. طيب انا عرفت منين ان في هنا Isis وهنا نفتيس؟ بمنتهى البساطه من الاسم ومن الساين. Because Isis was usually depicted over her head, the hieroglyphic sign indicating her name. دايما بيمثل وفوق راسها ايه الشكل الهيروغليفي بتاع اسمها. And on the other hand we can find Nephthys with the hieroglyphic sign of her name اللي هو نبت. ادي نبت اهي حوت واسمها هو نبت حوت. انا مش عارفه انتوا واصلين في الهيروغليفي لغايه فين. وادي اسيت اسيت ايزيس نبت حوت نفتيس. They are protecting the jet pillar. ده الجت بيلر يا شباب. طيب الجت بيلر دوت بيعبر عن ايه؟ الجت بيلر was one of the sacred signs of God Osiris. احد اشكال الرئيسية للاله اوزوريس. وارتبط بيه بشكل كبير جدا وبيعبر عن الاستابيليتي وبيعبر عن kingship. وفي ناس قالت ان هو يعني ايه رمز كده للعمود الفقري بتاع اوزوريس. بس على اي حال اصبح احد الرموز المشهوره جدا للاله اوزوريس.